كالسيوم. على الكالسيوم هوميوستيزيس، كنا بنتكلم على مين؟ كالسيوم هوميوستيزيس. خلاص يلا يلا تقر، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. كالسيوم هوميوستيزيس، فاكره كده كالسيوم ولا تفكريني كده بالكلام اللي احنا قلنا في الاول كان ايه؟ كالسيوم يلا كان في نوعين اللي هو الصولت كالسيوم والايونايزد كالسيوم. قلنا ان احنا عندنا 1 كيلو جرام في جسمنا تقريبا كالسيوم، 99% منه موجود فين؟ موجود 99 في 1 كيلو جرام تقريبا 99% منه عباره عن صولت، انما 1% منه عباره عن ايودينايزد كالسيوم، صح؟ قلنا 99% منه دول فين؟ في البون. فين؟ في البون. لكن ده اكسترا بون، ده ايه؟ اكسترا بون، صح. موجود فين وفين؟ موجود يا اما انترا سيلولار فلويد، موجود في الميتوكوندريا وفي الاندوبلازميك ريتيكولم، يا اما في الاكسترا سيلولار فلويد اللي هو البلازما اند الانترستيشن، صح. في البلازما ده موجود في طريقتين، يا اما ديفيوزابل يا اما نون ديفيوزابل، صح. الديفيوزابل ده بيبقى ايونايزد. طب امال النون ديفيوزابل بيبقى راكب على البومين، تمام؟ تمام، كويس قوي. وبعدين جينا اتكلمنا على اللي في البون بقى، يلا فكرني. اللي في البون ده اللي هو 99% منه اللي موجود في البون ده عباره عن 1% امورفوس كالسيوم. امورفوس كالسيوم يعني اسمه لابايل، لابايل ريدلي اكستشينجبل، ده المهم بقى، ريدلي اكستشينجبل. و 99% منه تاني ده بقى كالسيوم هيدروكسي ابتيت كريستلز نوت ريدلي اكستشينجبل، كويس؟ كويس. ايه الفانكشن بتاعت الايونايز كالسيوم اللي انتوا عارفين؟ سينابتيك ترانسميشن، ايوه، والسكند مسنجر، صح كده، والاكسايتابيلتي بتاعت النرف والاكزوسايتوزس والكونتراكشن، كل الكلام ده كله حلو كويس. وقلنا لما نيجي نتكلم على كالسيوم هوميوستيزيس العنوان بتاعنا، خليني اقول كالسيوم ابزوربشن الاول. يلا كنا بنقول بيحصل له ابزوربشن من مين؟ من الفيرست بارت بتاعت السمول انتستين، زيه زي الايرن. نفس الفاكتورز اللي بتزود الايرن وتنهبت ات هي نفس الفاكتور اللي بتزود الكالسيوم وتنهبت ات. معدن عليه شحنات موجبه واثنين ثنائي زيه زي الايرن بالظبط. بريسيبيتيتد بالفايتيت والاوكزاليت والفوسفيت زيه زي الايرن. بيبقى افضل في وجود ال HCL او اي اسيد تاني، بس بيزود عليه ان احنا محتاجين فيتامين دي 3 علشان نعمل له ابزوربشن. تمام؟ تمام. بعدين اتكلمنا على الفوسفورس، صح ولا غلط؟ يلا قولي لي اتكلمنا على الفوسفورس، قلنا ايه؟ قلنا عندنا كيلو الا ربع بقى في جسمنا. مهم جدا لل ATP وللفوسفوبروتين سايكليك اي ام بي سكند ماسنجر، هو كمان لا يقل اهميه، والدي ان ايه قال لا يقل اهميه، وما كانش يزيد كمان على الكالسيوم، تمام؟ وفي البول حلو. وبعدين قلنا في حاجه اسمها فيزيكو كيميكال اللي هي السوليبيليتي برودكت، فكروني بيها السوليبيليتي برودكت. يلا مين هي السوليبيليتي برودكت؟ هي حاصل ضرب الكالسيوم ملتبلايد بمين؟ بالفوسفيت، صح كده. لازم يكونوا ايكوال او اقل من السوليبيليتي برودكت، ايكوال او اقل من السوليبيليتي ايه؟ برودكت، تو بي سوليبل، تو بي ديزولفد في البلازما، صح ولا غلط؟ مش قلنا كده؟ لازم حاصل ضرب الكونسنتريشن بتاعت الكالسيوم ملتبلايد بالكونسنتريشن بتاعت الفوسفيت لازم يكونوا يا اما ايكوال يا اما اقل من السوليبيليتي برودكت. مين ده السوليبيليتي؟ ده كونستنت، ده رقم. تمام؟ تمام. لو عدينا السوليبيليتي برودكت يجرى ايه؟ يحصل بريسيبيتيشن. ولكن في الحقيقه بقى ان احنا معديين السوليبيليتي برودكت بس مفيش بريسيبيتيشن. ليه مفيش بريسيبيتيشن غزير؟ لان كل الانسجه بتاع الجسم بتطلع حاجه اسمها بايروفوسفيت تنهبت البريسيبيتيشن. صح؟ صح. حلو. ولكن احنا قلنا في ثلاث اماكن، في حاجات معينه باثولوجيكال وحاجات فيسيولوجيك بيحصل فيها بريسيبيتيشن اوف كالسيوم. ايه هو الفيسيولوجيكال؟ بول طبعا. طب ازاي بنعمل بريسيبيتيشن للكالسيوم؟ لانه الاوستيوبلاست بتطلع انهبيتور للبايروفوسفيت. طب مين هم الباثولوجيك؟ الاثروسكليروزس والميتاستاسيس للتيومرز. اثروسكليروزس تمام؟ بطلع مواد انهبيت يقوم اعمل كالسيفيكيشن للبول بتاع البلاد فيسل. ايه دي؟ اسمها تصلب شرايين. تمام؟ عارف ان هم بيقيسوا الكالسيوم اندكس دلوقتي من جوه. ليه؟ عشان يشوفوا الديجري اوف اثروسكليروزس.
على قد الكالسيوم المترسب. تمام تمام. وبعدين جينا اتكلمنا ودخلنا في موضوع اسمه كالسيوم هوميوستيزيس. بقى كالسيوم ايه؟ لا الاول بون فيسيولوجي، وقلنا البون ده عباره عن ايه؟ يلا عباره عن ماتريكس وخلايا. مين هي الماتريكس بتاعتي؟ عباره عن بروتين وكالسيوم كريستلز، صح؟ يعني بروتين كالسيوم فوسفيت، وعباره عن خلايا. هما كمان ثلاث انواع. يبقى انا مكونات البون عباره عن ثلاثه وثلاثه. مين هما الثلاثه؟ كالسيوم وفوسفيت وبروتين كولاج، وثلاث خلايا اوسيو بلس اوسيو بلس واوسيوسايت. الاوسيوسايت سهله مسهله لنا الدنيا، كالسيوم اكستشينج وانتهينا. امال الاوسيو بلس بتبيلد اب الثلاثه، بتفرز كولاجين وبايروفوسفيت انهبيتور والكالاين فوسفاتيز عشان بريسيبيتيت الفوسفيت. تمام. امال الاوسيو بلس بتعمل ايه؟ بتهد الثلاثه. ازاي بتهد الثلاثه؟ كولاجينيز انزيم او بروتيز انزيم عشان يكسر البروتين، وتبخ تبخ يعني بروتون بامب، خلاص هيدروجين. فالهيدروجين ده يدوب بيعمل اوستيولايسيس. تمام تمام. وبعدين جينا اتكلمنا على عنوان بقى المره دي، صح مش كده؟ كالسيوم هوميوستيزيس. هوميوستيزيس يعني ايه هوميوستيزيس؟ بناكد كالسيوم هوميوستيزيس بالعربي. عايزاه قول يعني ايه بالعربي؟ لا اكسترا سيلر فلويد. اوكي، يعني المحافظه على مستوى الكالسيوم في البلد ثابت، ماليش دعوه بقى بالبول. تمام. يبقى انا عايزه بس احافظ عليه في البلد هنا، هو ثابت. ده العنوان بتاعي وده شرطي دلوقتي، ان انا عايزه احافظ عليه فين؟ في البلد. يلا يا بنت قبل ما تكتبي قولي لي، يلا الكالسيوم اساسا هنا اس كالسيوم سولت، صح؟ وانا باكله كده، صح؟ كويس. وفي الكدني بتنزله، صح؟ صح. يبقى انا قولي لي بقى علشان اعليه في البلد اعمل ايه؟ وعلشان اوطيه في البلد اعمل ايه؟ يعني شاطر، تزودي الابزوربشن وتقللي الاكسكريشن، وتعملي ايه كمان؟ ممكن تنقلي من هنا لو انت محتاجه، صح؟ صح. طب ولو انا عايزه اقلل مستوى الكالسيوم اعمل ايه؟ انزل وتقللي الابزوربشن. مفيش حاجه اسمها تقللي الابزوربشن، زي انت تدخليه طلعي. بس ما تدخلوش زياده، يعني تخليه طبيعي خلاص، لكن تطلعيه وتحطيه هنا، دي ممكن تستوعب شويه زياده. تمام. موضوع سهل جدا بتاع الكالسيوم، لان انا ما عنديش غير دول. يبقى انا لكل الهرمونز بتاعتي بقى ده حاجه اتكلم على ايه؟ ثلاث اماكن. مين هما الثلاث اماكن؟ مين هما الثلاث اماكن؟ بون انتستين كيدي وبس. تمام. تاني يبقى انا هتكلم على مين ومين ومين؟ بون بتاع مين ده؟ هو ده انت. هتكلم على بون انتستن، اصل حطاهم مفيش حد بيمد بون وانتستن وكيدني. اوكي، عندي ثلاثه هرمونز. عندي كام هرمون؟ ثلاثه هرمونز. اولا قلنا في الفيرست لاين ميكانيزم وفي السكند لاين ميكانيزم. مين الفيرست لاين؟ الفيرست ميكانيزم امد ايدي واخده بسرعه لما بيحصل خلل بسيط طول اليوم، انا عماله اعمل ما بين مين ومين؟ يلا قول. طبعا لو انا في كلام حلو عايز اكتبه هقول لك الاتي. لما يحصل خلل بسيط جدا اول حاجه من على البلازما بروتين، وبعدين نمره اثنين من الانتيروسايت او من اي مكان تاني فيه في الميتوكوندريا وفي الاندوبلازما كريتيك، ده نمره اثنين. طب ونمره ثلاثه من البول اللي هو الامورفس. تمام صح ولا ده منطق؟ تمام. تاني اول حاجه من فين؟ من على البلازما بروتين، مش احنا قلنا الباوند ده ال 50%؟ احنا ممكن نفكفكه. وبعدين نمره اثنين يس من الانتيروسايت. نمره ثلاثه من البون بقى اللي هو مين؟ اللي هو الامورفس. ده لو احنا بنكتب حلو يعني. طيب امال السكند لاين ميكانيزم بقى لو انا عندي خلل مستمر لفتره، هنا بقى لازم هرمون، هنا بقى لازم ايه؟ الهرمونز تشتغل. خلاص. مين هم الهرمونز؟ عندي ثلاثه هرمونز، واحد اسمه بارا ثورمون، والتاني اسمه طب التالت اسمه كالسيتونين، والرابع والتاني اسمه فيتامين دي 3. تمام. خلق الباراثورمون للكالسيوم، بيعلي الكالسيوم ليفل، انا متظبطه بالباراثورمون بس، يوطى الكالسيوم اطلع باراثورمون، يعلى الكالسيوم اقلل الباراثورمون. تاني متظبطه بمين بس؟ زي الانسولين، خلق للبلاد جلوكوز اكتر حاجه. تمام. اكل
ازود البلاد جلوكوز اطلع انسولين، ما اكلش اقلل البلاد جلوكوز يقل الانسولين مني كده. لكن فاستنج لفتره طويله يبتدي يطلع لي الانتي انسولين هرمونز، صح ولا لا؟ والله قلنا الكلام ده، قلنا البروستاجون يطلع انت فاستنج ستارفيشن، لكن مش يوميا يعني. ها تمام تمام. تاني يبقى احنا متظبطين بلاد كالسيوم بمين؟ باراهرمون صحيح، كالسيتونين، بس الايفكت بتاعه في الادلت مش قوي الا في ظروف معينه. تمام كده اهو. اوكي كويس، هتلاقي الكلام مكتوب، والله مكتوب بعد كده. يا بابا قد الكالسيتونين موجود، سايرو كالسيتونين اسمه، والباراهرمون باراهرمون. لا باراثايرويد هرمون او باراهرمون. تمام؟ والفيتامين دي 3، الفيتامين دي 3 اللي هو الاكتف فورم اوف فيتامين دي، بيساعد ده وده، بيساعد مين ومين؟ ده وده. تاني يبقى الباراثرمون مسؤول اسمه هايبر كالسيميك هرمون، انما الكالسيتونين مسؤول انه يقلل لي الكالسيوم ليفل، اسمه هايبو كالسيميك هرمون. صح يا طارق؟ صح. قولي لي الباراثرمون هيزود البلاد كالسيوم ازاي؟ يلا امشي مع الازرق. يزود البلاد كالسيوم، هيزود الانتستينال ابزوربشن من الانتستين، ويزود الريليز فروم البول، ويقلل السكريشن، ويقلل الاكسكريشن اوف كالسيوم. فهمتوا؟ طب مارك الكالسيتونين هيقلل بلاد كالسيوم ازاي؟ قولي الاحمر. يعمل بون ديبوزيشن، عشان كده بقول لكم بيطلع لنا في الحوامل. بيطلع كالسيتونين. عشان لا علشان بيبي بيخطف مني الكالسيوم، هو يحافظ على الكالسيوم جوه يعني، يقعد يشربوا كلاب. ها مفهوم؟ خلاص يعني فاهمين. وقلت لكم ما بيطلعش في الادلت قوي، لان مش عايزين ايه؟ بونت بوزيشن كتير، لكن الرول بتاعه في الادلت اقل. هناخد بالتفصيل دلوقتي، انا بس بفهمكم كده البرود. تمام؟ تمام. يلا بسم الله الرحمن الرحيم بقى. يلا. باراثورمون، باراثورمون، يلا الباراثورمون بي تي اتش يتكتب كده، لكن ما يتنطقش في الشفا بي تي اتش، ما يتنطقش جي اتش، يتنطق جروس هرمون. بي ار ال لا، لكن وانت بتكتبه في التحرير تكتب الاختصارات اوكي، لكن وانت معايا في الشفا تقول لي تي اس اتش، تقول لي سي ار اتش. تمام. في حاجات كده يعني، خلاص زي ما مثلا كنتوا زمان وانتوا صغيرين في السنه الاولى تقولوا لي ان ايه والكي، لا صوديوم وبوتاسيوم. انا صاحبتي دخلت للدكتور عبد المنعم قال لها هنديك الدرجه بس اسمها صوديوم وبوتاسيوم يا حبيبتي، انا هديك الدرجه بنأكد ربنا. لا ده بس ده 29 عادي، الا 29 هيبقى بس ما انا هديك الدرجه طبعا طبعا، ما حاسبش بس زي ما عملت بوشي يعني. راح قالت تقولي لا قالت تقولي الاجابه الثانيه في صوديوم وبوتاسيوم عشان تضمني بس ما يقلبنيش ورا بعض الدرجه. يلا الاوريجين زي وزي اي هرمون، هنبتدي بان احنا نقول ايه الاول؟ الاوريجين طالع من فين؟ طالع من الباراثايرويد جلاند. طالع من فين؟ من الباراثايرويد جلاند. مين الباراثايرويد جلاند دي؟ ورا الثايرويد، ده البوستيريور بتاع الثايرويد. عندي واحده فوق هنا وهنا اهو وهنا اهو وهنا اهو، عندي اربع باراثايرويد جلاند اون ايتش بول في البوستيريور سايد بتاعت الثايرويد جلاند. كتير قوي وهم بيشيلوا الثايرويد جلاند يشيلوا معاها يغلطوا ويعملوا يشيلوا مين؟ مصيبه سودا طبعا، لانه هو هايبر كالسيميك. ده انا بقول لك ان هو مسؤول عن الحفاظ على مستوى الكالسيوم بتاعي طبيعي. الحفاظ على مستوى الكالسيوم بتاعي طبيعي is essential for life. لا قلتها قبل كده؟ قلت يعني لا يزيد نموت، مش بنهرج يعني. ها خطير جدا. كويس. قال لك بيطلع الباراثورمون، اسم الخليه يتحفظ، بيجي ام سي كيو تشيف سيلز، عباره عن بولي بيبتايد هرمون. يعني ايه بولي بيبتايد هرمون؟ يعني ايه زفت بولي بيبتايد؟ يعني ايه؟ يعني بروتين هرمون. يعني بيشتغل من فين؟ ايوه من على الممبرين، صح كده، يا اما جي كابلد يا اما انزيم كابلد بروتين ريسبتور. تمام؟ تمام كويس. يلا الريسبتور بقى اند المود اوف اكشن،
من الكلمه الاولانيه على طول تبقوا عارفين، لان احنا خدنا انترودكشن كويس. مفهوم ولا بيمسك على كده اهو سيربنتاين ريسبتور وده البارازيتولوجيكا في البروتين ريسبتور، وبعدين يستيميليت السايكليك اي ام بي ادينين سايكليز انزايم تمام، ويزود السايكليك اي ام بي جوه الخلايا بس يقوم يعمل الاكشن بتاعه. مفهوم تاني؟ يبقى البارازيتولوجين بيشتغل بمين؟ ايوه بالسايكليك اي ام بي. خلاص قال لك في بعض الاحيان في خلايا تانية عليها بدل ده الموست كومن، وده اسمه جي اس بروتين لانه ستيميلاتري. في احيان اخرى كده وده اسمه جي كيو، جي اي كيو. الجي كيو ده بتاع الفوسفولايبيد سي، محدش يتخض يعني، بتاع مين؟ فوسفولايبيد سي، وبيزود الداج. بيزود مين؟ الداج والبروتين كاينيز سي والبروستاجلاندين. تاني في احيان اخرى بيزود مين ومين؟ يلا بيشتغل بالفوسفولايبيد سي مش بالادرينال سايكليز انزايم، لكن هيجي لك في الام سي كيو بيشتغل بالادرينال سايكليز انزايم سايكليك اي ام بي. كل الام سي كيوات كده بالسايكليك اي ام بي. تمام كويس. يلا كل الاندوكراين ريتم ده والسنسري كله امسك غطته في كده. كان زمان انا قلت لكم الدكتور محمد حسن الحقيقه كان هو اللي قايل انه ولا يعني بس اكشن فانكشن بتاع هرمون ريجليشن بتاع هرمون هو ده الريتم، والباقي ام سي كيو، وكل الديستربنسز كان بيجيبها كيسز. وده الصح، بس المصيبه انه الطلبه ما كانتش مذاكره فشالوا الكلام ده تاني. يلا الريسبتور والميكانيزم اوف اكشن. عندي ثلاث انواع من الريسبتور مش مهم مين يعني، باراتورمون ريليتد بروتين ريسبتور هو ده اهمهم. اسمه ايه؟ باراتورمون ريليتد بروتين ريسبتور. تاني بصي كتبتها ازاي، قلت الاول باراتورمون بي تي اتش، وبعدين ريليتد ار صغير بروتين ريسبتور تمام كويس. وبعدين في باراتورمون سي ريسبتور، وفي باراتورمون اللي هو 2 ريسبتور. خلاص مش مهمين يعني، لكن ده اللي مهم ان الباراتورمون ريليتد بروتين ريسبتور بينفع يلزق عليه. يعني هو كده باراتورمون وباراتورمون ريليتد بروتين ريسبتور. يعني ايه يا تقى لما انا زودت الباراتورمون؟ يعني ينفع ده ريسبتور ده موجود على الخلايا ينفع يلزق عليه الباراتورمون وكمان مادة تانية في الجسم اسمها باراتورمون ريليتد بروتين. اسمها ايه؟ باراتورمون ريليتد بروتين. مين هي المادة اللي اسمها باراتورمون ريليتد بروتين؟ فدوى مين هي باراتورمون ريليتد بروتين؟ ده بروتين بيطلع من خلايا معينة وريليتد للباراتورمون. جزء من الاستراكشر هو 144 امينو اسيد مش 84، يعني ما هوش شبهه، بس جزء من الاستراكشر بتاعه شبه الباراتورمون فبيقف على نفس الريسبتور بتاعت الباراتورمون. هو عباره عن جروث فاكتور. عباره عن ايه؟ جروث فاكتور. مش مهم خالص في الظروف الطبيعيه دايما الجروث فاكتورز بيطلعوا من ماينوت اماونت، يعني قليلين قوي قوي قوي. حتى لما كنا بنتكلم على الانسولين جروث فاكتور كنا بنقول انه بيطلع كميه قليله تمام في الظروف الطبيعيه مش مهم، لكن لما يحصل تيومر والاقي فيه باراتورمون ريليتد بروتين كتير، يوم الباراتورمون ريليتد بروتين ده لما يكتر يجي يقف على الباراتورمون ريسبتور ويعمل نفس الايفكت بتاع الباراثورمون. طب الباراثورمون من الاخر از وات؟ هايبر كالسيميك هرمون، يعني اذا بيزود مستوى الكالسيوم في الجسم، يوم يبتدي الكالسيوم يجراله ايه؟ يبريسيبيتيت في الانسجه. تاني يلا تقى سامعيني اللي انا قلت ايه؟ الريليت اللي هو الباراثورمون ريليتد هرمون ده أيوة. بيزيد نسبته في البلد تومر مش في العادي، ايوه لما بيبقى فيه تومر فبيبند بالريسبتورز بتاعت الباراثورمون وبيعمل نفس بياكت زي الباراثورمون بالظبط فبيعمل هايبر كالسيوم. برافو عليك. هايبر كالسيوم بتاعت المالجنسي اللي ما كانوش فاهمينها ليه. تمام كويس. يلا حلو، قلنا
ايه احنا دلوقتي قلنا الاوريجن وقلنا الريسبتور وقلنا الميكانيزم بتاع ايه بتاع الاكشن. داخلين على مين بقى؟ الاكشنز شخصيا بقى الفسيولوجيك ايه اكشنز بتاعت الباراثورمون. اتفقت معاك؟ هنقول على مين وعلى مين وعلى مين؟ على البون نمره واحد، وعلى مين بعد كده؟ على الانتستين، وعلى مين تاني؟ وعلى الكيد. تمام تمام. على البون ليه رابيد افكت وليه سلو افكت. تاني على البون ليه مين ومين؟ رابيد افكت وسلو افكت. رابيد افكت ده يخلص على طول، مينتس اورز يخلص على طول. ينقل الكالسيوم الامورفوس، ينقل الكالسيوم لمين؟ الامورفوس. بصوا اولاد بصوا هقول لكم حاجه علشان اعرف انقل لازمني حاجتين. بص اهو، بص ولد، اولا دي الاوستيو، دي الاوستيو سايت اند اوستيو بلاست اند اوستيو ايه بلاست. تمام تمام. الباراثورمون ليه ريسبتور على الاوستيو سايت والاوستيو بلاست. غيداء بصي هنا الاول عشان انقل هنا، انت عندك ده امورفوس، ده ايه امورفوس؟ يعني ايه امورفوس؟ يعني ايه ريدلي اكسشنجبل؟ انا قلت عامل زي الجيل، ما هوش هارد. تمام كده كويس. ده علشان يتنقل هنا لازمه حاجتين، لازمه ايه حاجتين؟ اولا انت هنا عندك هاي كالسيوم، هنا عندك ايه؟ طبعا قلنا 99% موجود في البون، انت هنا عندك هاي كالسيوم، لكن هنا عندك فيري لو كالسيوم 1%، صح ولا غلط؟ يبقى انت عشان تنقلي من الهاي لللو ده عايزه تعملي ايه؟ بصي استني استني، نمره واحد انا عايزه لازم اعمل هنا هو كده اهو شانل. تمام؟ وبعدين نمره اتنين لازم يبقى في بامب بتنقله لي بره. تاني عايزه اعمل ايه الاول؟ شانل، لان انا مقلله الكونسنتريشن قوي هنا. تمام؟ تاني خدتي بالك انا عملت ايه ولا لا؟ عملت ايه؟ بصي علشان ده يتنقل الفيري هاي كونسنتريشن لجوه لازم جوه الخليه يبقى فيري لو كونسنتريشن، ولازم احافظ على الفيري لو كونسنتريشن جوه الخليه. اساسا مفيش كالسيوم انترا سيلولر، واحنا خدنا الكلام ده. تاني انت عندك الكالسيوم في البون كتير قوي، لكن جوه الخليه مفيش كالسيوم ماشي عايم. ليه مفيش كالسيوم ماشي عايم؟ ايوه صح كده، فهمتوا؟ الكالسيوم في البلد بالملي جرام، صح ولا غلط؟ صح. انما الكالسيوم في الخليه بالنانو جرام، 10 اس ناقص ماينس 9، لا 8 7 ده لما يزيد، مش 6 و5؟ 6 و5. طب خلاص ها تمام تمام كده. تاني يبقى هنا بالنانو جرام، لكن هنا بالايه؟ بالملي جرام. يعني هنا ضعف 1000 ضعف، لكن جوه بقى 99%. بون بون ماتريكس بون سيل وبعدين بلاد. تمام. فانا عايز انقله من البون ماتريكس انتو بلاد، يدخل من هنا سهل لان هنا هاي كونسنتريشن، لكن هنا فيري لو كونسنتريشن، ولما يدخل جوه لازم اضخه لبره. تمام. فالباراثورمون بيزود لك الاثنين، بيزود مين ومين؟ بيحط بيترانسلوكيت شانلز في الممبرين، يعني يزود البرميابيليتي بتاعت الاوستيوسايت والاوستيوكلاست للامورفوس كالسيوم. ونمره اثنين بيزود الاكتيفيتي اوف كالسيوم بامب، تقوم تبامب الكالسيوم اللي دخل انترا سيلولر انتو البلاد. تمام ولا لا؟ ده فيري ده فيري ايه؟ رابيد. حلو. هو ايه الفرق بين البامب والشانل؟ لا البامب اتش بي غير الانرجي، من اللو كونسنتريشن انتو الهاي كونسنتريشن. هنا بالنانو جرام وهنا بالملي جرام، هنا 1000 ضعف ده. تمام. انا حبيت يعني الاسهم حتى مش موضحه قوي، لكن انا قلت ده نانو جرام وده ملي جرام. تمام. وده جرام. طب وده شغال خلاص؟ صح ولا غلط؟ مش قلنا كده؟ قلنا ده في 1000 جرام. لا لا يمكن. المصيبه لو بقى زياده، لانه لو بقى زياده ما ينقلش. فعشان كده بضخه. تمام تمام. حلو. ده الرابيد فيز. طب امال السلو فيز ازاي؟ قال لك السلو فيز بقى لو انا فضلت، استني غدير هقراها معاكم الكالسيوم. قال لك لو فضلت انا
لسه الكالسيوم في البلد بتاعي واطي، فما فيش بقى غير ان انا ادوب البول تمام، اعمل اوستيولايسس. الباراثورمون ملوش ريسبتورز على الاوستيوكلاست، تمام كده. ليه ملوش ريسبتور على الاوستيوكلاست؟ لان قلت لك ان انا مانتينت بمين؟ بالباراثورمون. يعني اذا انا كل شويه بيطلع لي باراثورمون، لو كان ليه ريسبتور على الاوستيوكلاست كان زمانك مسخرت بقى، البون بتاعي كان فاضي، فاهمين ولا لا؟ طب كويس. قال لك لما يقل قوي الكالسيوم يبتدي يشتغل هنا اهو، يجي يقف على ريسبتور قلنا ادرينال سايكليك ام بي، يقوم يزود الباراثورمون، يزود السايكليك ام بي جوه. يقوم لما يزود السايكليك ام بي جوه يبتدي يشتغل، يعمل لي انترميدياري موليكول، يعني يعمل لي جزيئات كده وفي النص. انتوا خدتوا اللفظ ده قبل كده اهو. وهذه الموليكول تبتدي تخش فين؟ خدتوه في الثايرويد، خلاص تبتدي تخش على الدي ان ايه، وافتح الدي ان ايه وابتدي اترانسكريبت. شايفين ياخد وقت قد ايه؟ ابتدي اصنع نيو بروتينز. هذه النيو بروتينز عباره عن حاجتين، الميجا كاريوساكولين ستيميليتنج فاكتور، مش مهم، ام جي سي اس اف، وواحد تاني اسمه رانكل، واحد تاني اسمه ايه؟ رانكل والانترلوكس تاني. يبقى انا طلعت مين؟ الام سي اس اف، وطلعت الانترلوكن، وطلعت الرانكل، تمام. هذه البروتينات تبتدي تمشي باراكراين، تبتدي تمشي ايه؟ باراكراين جنبي، وتبتدي تشتغل على الاوستيوكلاست. تشتغل على مين بقى المره دي؟ الاوستيو. اذا هو حفز الاوستيوكلاست بس بصوره ايه؟ اندايركت. وهذه البروتينات الثلاثه اشتغلت هنا هو على الاوستيوكلاست، ستيميليت الاوستيوكلاست انها تبخ هيدروجين وتطلع كولاجينيز، ستيميليت البامب، البروتون بامب اللي بطلع بيها اسيد، الكولاجينيز او مدوب الكولاجين بتاع الماتريكس، وابتدي اعمل ايونايزيشن للكالسيوم والفوسفيت واطلعهم على البلد. تمام؟ تمام؟ الاوستيوكلاست برضو مش بتطلعهم دايركت على البلد، امال بتزود الكالسيوم اللي هو امورفوس، يوم يتنقل بمين؟ بمين؟ ويطلع لبره. يعني شغلت كده كده كده. تمام كده؟ تاخد وقت ولا تاخدش وقت؟ طبعا. خلاص يلا قولها لي بقى، سمعها لي على الرسم قبل ما تقرا، قبل ما نقرا. يلا قول. لو الكالسيوم قلوي لا لا ايه ده؟ الكالسيوم قل نص نص لسه يا دوبك. لو انا اللي باخد الميكانيزم الاولاني بفتح تشانلز، أيوة. كده كالسيوم تشانلز، بدخل الكالسيوم من الامورفس كالسيوم للخلايا، وبعدين بيطلعوا بالكالسيوم. برافو بس كده، بس كده. طب ولو انت لسه لو قل قوي بيبقى في انترميديت موليكيولز، ايوه، بتعمل نيو بروتين هنا هنا والنبي لسه ده، وبعدين سايكليك اي ام بي، سايكليك اي ام بي، وبعدين اشتغل على الدي ان اي، ابتدي اصنع نيو بروتينز اللي هم ثلاثة، اللي هو ميجا سنين. مش مهم، مش مهم. ام جي ام سي اس اف ورانكلين و رانكل رانكل وانترلوكس اي ال، وبعدين اروح على الاوستيو اوستيو كلاست بقى المره دي، اكل البول، اسود البروتون اللي هو البروتون بامب والكولاج، بس كده. خلاص تعالوا نقرا لذيذه جدا. يلا. Our rapid phase starts within minutes والاورز، بستيميليت الاوستيوسايت ومين؟ اوستيوبلاست، بزود البرميابيليتي اوف كالسيوم فروم بون فلويد اللي هو الامورفس، بزود الاكتيفيتي اوف كالسيوم بامب علشان ابامب الكالسيوم للاكسترا سيلولر فلويد اندر افكت اوف فيتامين دي 3. تمام يا ساره؟ ما فيهاش حاجه يعني فل اللي هو بيساعد الاثنين. انا قلت لك قلت اكلتها كده لما هقولها عادي. خلاص يلا يلا. سلو فيز، السلو فيز بيتيك دايز او ويكس بقى، ها، بس ستيميليت مين برضو تاني؟ الاوستيومين بلاست، اطلع منها ايه؟ الاي ال 6 والام سي اس اف والرانكل. البروتينز دي بس ستيميليت بيها مين؟ الاوستيوكلاست، تطلع مين الاوستيوكلاست؟ ايوه كولاجينيز والهيدروجين واسيد بروتيز كمان، هو يعني اسيدي. تمام؟
اعمل ريزوربشن اوف اورجانيك وان اورجانيك بون ماتريكس للكالسيوم فوسفيت وللكولاجين يدوب. ايوم الكالسيوم والفوسفيت اطلعهم على مين؟ على الدم. تمام؟ ايه ايه؟ اه تبني بعد كده، مش هتفضل طول الوقت من غير كالسيوم، بس انت الكالسيوم اساسي، فانت الاول ايمرجنسي يعني. خلاص، كان الدكتور ابراهيم بيحب السؤال قوي بتاع، بس خلاص بقى، انه باراثرمون اسينشال فور لايف. باراثرمون ايه؟ اسينشال فور لايف. لما مشي الدكتور ابراهيم بقى يحبوا سؤال تاني، انه كورتيزول اسينشال فور لايف. هو فعلا ايه؟ بصوا، باراثرمون اسينشال فور لايف، طبعا بموت الكالسيوم ده اكيد يعني، انا مقتنع بكده اكتر. اه، انما الكورتيزول برضو اديزونيان كرايسس هتاخده، انا قلت لكم لا في الاسترس ما يستحملش، اخلي خلي الاسترس بس 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 ده من غير ستريس وانت قاعد يعني، فاهم؟ فانت لو قلت طبعا ده اكتر. اه يلا، الاكشن بتاعته على الكيدني بقى، بيعمل ايه على الكيدني ولاد؟ يلا بصوا هنا، بصوا للرسمه اللي هنقولها اهو. خلاص بقى، انتوا انا يعني قلت لكم كتير في الكيدني فين في الانتي دايوريتيك هرمون، صح؟ يعني بقيتوا عارفين ان دي اسمها بروكسيمال كونفوليوتد تيوبول، ودي اسمها ديستال كونفوليوتد وكولكتنج داكت، صح كده؟ صح. بيجي يعمل ايه الباراثورمون؟ بصوا لي، بيجي على البروكسيمال كونفوليوتد تيوبول هنا اهو، بيشتغل على حاجتين، على انزيم وعلى الفوسفيت. يبقى بيشتغل على انزيم فوسفيت وعلى مين؟ انزيم. بيزود الفوسفيت اكسكريشن. عارفين ليه لما انزل فوسفيت؟ هاي هاي صح كده، برافو عليك. لما بعمل اكسكريشن للفوسفيت يقل مستوى الفوسفيت في البلد، يقوم الايونايزد كالسيوم يعلى. تمام؟ مش قلنا دي السوليبيلتي برودكت؟ طيب ادي فرصه للايونايزد كالسيوم يعلى. شاطر. وبزود الانزيم اللي اسمه 25 الفا هيدروكسيليز انزيم. ال 25 الفا هيدروكسيليز هو ده انا اسفه، واحد الفا هيدروكسيليز انزيم هو ده الفاينل اكتيفيتور اوف فيتامين دي 3. تمام؟ كويس؟ يبقى انا ال 1 الفا هيدروكسيليز انزيم ده هيديني في الاخر فيتامين ايه؟ دي 3 اكتف. اوكي؟ اوكي. يجي على الديستال كونفوليوتد تيوبيول يزود الكالسيوم ري ابزوربشن. ري ايه؟ ابزورج. والفيتامين دي 3 كمان يساعد الباراثورمون على الديستا كونفوليوتد تيوبول ان هو برده يزود الكالسيوم ري ابزورج. تاني على البروكسيمال كونفوليوتد تيوبول بيعمل حاجتين، وعلى الديستا كونفوليوتد تيوبول بيعمل حاجتين. يلا ها، البروكسيمال بيعمل ايه؟ اه فوسفيت ينزل، وايه كمان؟ الانزيم ال1 الفا هيدروكسيليز انزيم يطلعه، يقوم يجي على الديستا كونفوليوتد تيوبول يزود مين؟ يقاس الكالسيوم ري ابزوربشن، وبيخلي ال1 الفا هيدروكسيليز بالفيتامين دي 3 يزود الكالسيوم ري ابزوربشن من الديستا كونفوليوتد تيوبول تاني. تمام؟ ده هو بيأكتيفيت فيتامين دي 3. بقول لك لا 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 لا، انا قلت بيزود الفوسفيت اكسكريشن دي لوحدها، وقلت بيزود الانزيم اللي اسمه 1 الفا هيدروكسيليز ده لوحده، ده بيأكتيفيت الفيتامين دي 3. فبقى عندي اكتيف فيتامين دي 3. فيتامين دي 3 بيعمل ايه؟ بيعمل الكارير اللي بيشيل الكالسيوم. تمام؟ هو الناقل بتاع الكالسيوم. ده من الاخر. فيتامين دي 3 هو مين؟ الناقل. تمام كده؟ بيساعد الاثنين. عشان كده بيساعد الاثنين. خلاص؟ بيعمل فيتامين دي 3، ولما يعمل فيتامين دي 3 هو ده الكارير اللي بينقل الكالسيوم، مفهوم؟ طيب في حاجه غبيه كده مكتوبه لكم، انه بيزود المغنيسيوم ري ابزوربشن، وبيزود الهيدروجين، بيقلل الهيدروجين سكريشن، بيقلل الهيدروجين ايه؟ سكريشن. مكتوبه ازاي؟ مكتوبه كده اه في الكتاب، في الكتاب عايز اقول لك، في الكتاب مكتوب بيزود بيزود الهيدروجين ابزوربشن او ريابزوربشن. استني بس، مفيش ابدا ابدا مفيش حاجه اسمها هيدروجين ريابزوربشن. انا طبعا دي يعني دايما بحافظ على الغلطات، لكن دي ما قدرتش احافظ على الغلطات خلاص. ابدا مفيش حاجه اسمها هيدروجين ريابزوربشن، بتكلم بجد. الهيدروجين
is not reabsorbed. مفيش اساسا مفيش حاجه مش ماشي في الدم عشان اعمل له reabsorption. فهمتوا؟ ها الهيدروجين احنا بنعمل له secretion. هتفهموها في الكيتو. فاحنا بنقلل الهيدروجين سكريشن عشان نحتفظ بيه في جسمنا. يلا قولي لي ليه عشان نحتفظ بيه في الجسم؟ يلا يلا. اها اسيديتي الكالسيوم از ايونايزد. تزودي الكالسيوم ايونايزد فور. ايوه خدناها في سينابتيك ترانسميشن قلنا في الاسيدوزس. تاني انا ليه بقلل السكريشن اوف هايدروجين؟ يعني ايه سكريشن اوف هايدروجين؟ يعني بخلص جسمي من الهايدروجين. خلاص؟ طيب انا بقلل التخلص من الهايدروجين. عايزه شويه اخلي فيه عندي سنه اسيدوزس. ليه سنه اسيدوزس؟ عشان ازود الايونايز كالسيوم. بس مفهوم؟ تمام؟ على بس ده بلد. زي ما قلت كده هو لسه واخدنا دلوقتي على رايه. مش احنا عملنا ايونيزيشن للكالسيوم بالهايدروجين. هو انا لما بزود اقلل السكريشن بعمل شويه اسيدوز يعني بي اتش بتاعت البلد. لا يا اصل بصي حته اسيدوزس والكالوزس في رينج صحيح الرينج ضيق. بس يعني ايه 7.32 مثلا بدل 7.35. تمام؟ تعالي. يا عالم فاضي. ده جسمك. خلاص يعني. لا اللي حطوه في الكتاب. ملهاش معنى ان الطلبه دمها تقيل يعني. يعني عشان كده. عايز ايه يعني؟ يلا يلا يلا. خلاص؟ فالتاني بقى قال لك طب قول لي كده النت افكت. يلا على كيدي اولا احنا قلنا بيزود مين؟ الفوسفات اكسكريشن من فين؟ من فين؟ من البروكسما كونفوليوتد تيوبيول. لفظ البروكسما كونفوليوتد تيوبيول بيجي ام سي كيو. اديني بقول اهو. خلاص؟ يلا. يوم يقل في البلد تمام؟ وبعدين بيزود الكالسيوم ري ابزورشن بمين؟ بالديستال كونفوليوتد تيوبيول. بطلع ال1 الفا بمين؟ بالبروكسما كونفوليوتد تيوبيول. اوكي؟ والباراثورمون والفيتامين دي 3 هما الاثنين بيساعدوا الكالسيوم ري ابزوربشن من الديستال كونفوليوتد تيوب. زي ما قلنا تمام يا رندا؟ خلاص اوكي. بصي خطا المغنيسيوم بيبقى ري ابزوربد مع الكالسيوم. ما تنسيش ان المغنيسيوم طبق كاتالي وكوفيل ايه ده الفيل يعني عشان ما تنعمل توك بس مش مع بعض صح كده. لا الايرون اساسا ما بينزلش على البلازما بروتين ترانسفيرين. طيب ده ملاحظه حلوه. وانا يعني الاجابه حلوه ان انتوا تبقوا فاهمين اشمعنى الكالسيوم بينزل في الكيدي. الكالسيوم بينزل في الكيدي واعمل له ري ابزوربشن لانه بينزل ايلاين لانه بيبقى ايلاينز في الدم 50% منه ماشي لوحده. فاهمين؟ الايرون لا الايرون متشال فيتامين بي 12 لا متشال على بلازما بروتين. طب صوديوم بينزل كلورايد بينزل. ليه بينزلوا هما الاثنين ماشيين كده ايونايز. تمام. يلا باراثورمون اكشن بقى على الانتاس ولا نيله هنا الباراثورمون. طيب الباراثورمون العلم بتحس في الكالسيوم هو ده. يلا الباراثورمون بيشتغل ازاي على الانتستين؟ اندايركت. اندايركت يعني ايه اندايركت؟ بصي هنا بصي هنا مش طلع لي فيتامين دي 3؟ طب مش قلت مش هسال ان فيتامين دي 3 قال ازكاري خلاص هو اللي هيسهل عمليه الابزوربشن من الانتستين. تمام؟ وانا لما بابزورب من الانتستين انا ممكن ابزورب الكالسيوم بس. ابزورب الكالسيوم وفوسفيت. شوف يا بنتي سبحان الله ليه بقى الابزورب الكالسيوم والفوسفيت مع بعض حتى لا يخلوا بالسولفيليتي برودكت. لان انا لو عملت ري ابزوربشن اوف كالسيوم بس مستوى الفوسفيت عندي ايه؟ يقل وانا محتاجه فوسفيت زي الكالسيوم بالظبط. فاهمين؟ تاني
يبقى اذا هو بيسهل عمليه الريابسوربشن اوف مين ومين؟ كالسيوم فوسفيت. بص انا دخل كالسيوم فوسفيت او نازل العامل زي كده فهمتوا ازاي؟ معايا اكوردنج تو على مزاجي دي يعني الجسم حاسس ايه؟ تمام؟ شاطره انت فاهمه كده حلو. يلا قولي لي ايه الكولكتيف فانكشن بتاعت الباراثورمون؟ يلا من الاخر، يلا من الاخر الباراثورمون بيعمل ايه؟ بصوا لي انا وانا بقول هايبر كالسيميا يبقى هايبو كالسيوريا، اوريا دي يعني في اليورين. هايبر فوسفاتوريا يبقى هايبو فوسفاتيميا. تمام؟ بص يلا واحده وتجيب عكسها. ده مواليد يعمل هايبر فوسفاتيميا مش لا بيقلل طبعا بيقلل الايونايزد فوسفات. ايميا دي يعني الايونايز. لكن السولتس والحاجات اللي موجوده جوه الخليه ماليش دعوه. هو انا محتاج الكالسيوم والفوسفات موجود. خلي بالك الفوسفات معظمه جوه الخلايا. يعني الفوسفات مني جوه الخلايا اكتر من بره الخلايا. انما الكالسيوم مني بره الخلايا اكتر من جوه الخلايا. فاهمين الترتيبه؟ موجود الغاز بس عشان الكالسيوم يعني. موجود الغاز عشان السوليفيت عشان بور. لكن هو شغله كل فوسفو بروتينز جوه الخلايا. فوسفو بروتين دي ان ايه وساكن ايه البي فاهم؟ جوه الخلايا. غير الكالسيوم. بالعكس الكالسيوم جوه الخليه كونتراكشن طبعا بس متحاش متعالج لكن شغلته بره الخليه اكسيتابيلتي كوادريشن اجريجيشن بليكيت سينابتيك ترانسميشن. يلا هو كل الحاجات دي بتكسر نورمال حلو انتوا ابتدى يشتغل حلو نعم ده كله بيكسر نورمال ولا نورمال؟ لما طول الوقت انت في فلكتويشن طول الوقت في فلكتويشن يا ولاد لما احنا بنقول لكم الابنورماليتيز احنا يعني جوزي شافني وانا بنزل لكم صور بتاعت اني خلاص ما بقاش في كده قلت له احنا انا قلت لهم كده قلت لهم ما فيش الاشكال دي بقى خلاص ما في طب بنروح بدري للدكاتره قريب بس انا عشان انتوا تفهموا الكلام اللي مكتوب عندكم بنحط لكم اللي هي الصوره الاكستريم بتاعت المرض فاحنا لا في على طول فلكتيشن يعني يلا شفتوا الصور؟ شفتي العيان بتاع اميكس دي شكلهم عامل ازاي؟ شفتوا الكريتن؟ شفتوا التيث بعيدة ازاي؟ المتناثرة والأم وال حضرتك نزلت يوم امبارح صح؟ كنت بتفرج على ده وامبارح حصل ضرب انا طفلت واحد مات قفلت لا قفلت ريجيليشن اوف باراثورموز يلا اولاد يلا ريجيليشن اوف باراثورمون مين فيكم عنده درس دلوقتي؟ بس مفيش الا انت؟ والله ده حلو. يلا يلا مش حاسس بتخلص 10؟ طب يلا ريجيليشن اوف باراثورمون ريجيليشن اوف باراثورمون بصوا الكي فاكتور بتاع الباراثورمون يعني انت عندك بصي الريجيليشن اوف باراثورمون الكالسيوم انا قلت لك كده قلت لك ربنا خلق الباراثورمون عشان مين؟ الكالسيوم يزيد الكالسيوم يقل الباراثورمون صح؟ يقل الكالسيوم في البلد يزيد الباراثورمون صح ولا غلط؟ صح تمام؟ تمام عكس الكالسيوم مين؟ فوسفيت يقل الفوسفيت يبقى اذا يزيد الكالسيوم يبقى اذا يقل الباراثورمون يزيد الفوسفيت ايوه كده يقل الكالسيوم يا ولد يقوم يزيد الباراثورمون لازم تحط الكالسيوم في النص تمام يعني هو الباراثورمون دونت اكت دايركتلي على الباراثورمون الفوسفيت دونت اكت دايركتلي على الباراثورمون هما بيأكت دايركتلي ثرو الكالسيوم ثرو ان هو بيقل في السوليبيليتي برودكت بتاعت الكالسيوم خلاص كويس بص يا اولاد بص هنا الباراثورمون كان بيطلع لي 1 الفا هيدروكسيليز ده يعمل فيتامين دي 3 يعمل نيجاتيف فيدباك على الباراثورمون ويقلل تاني الباراثورمون كان بيطلع مين؟ ال 1 الفا هيدروكسيليز انزيم من الكيدني يقوم ياكتيفيت مين؟ الفيتامين دي 3 يقوم يعمل نيجاتيف فيدباك ويقلل الباراثورمون ها سهله خلاص مفيش غير كده تمام؟
يلا في بقى شويه حاجات هبله هتقرفوني فيها، اللي هو البيتا ادرينرجيك ستيمولانت للستريس، بزود السايكليك ام بي. انتوا عارفين كده البيتا ريسبتور بيشتغل منين؟ بالسايكليك ام بي، يقوم يطلع لي باراثورمون كتير، يقوم يطلع لي ايه؟ باراثورمون كتير. ازود ايه؟ ايوه صح كده، جوه الخلايا نفسها بتاعت التشيف سيلز مش جوه التارجت سيل. فاهم الفرق؟ لا مش فاهم. لا فهمت، بتشتغل على الخلايا الباراثيرويد جلاند فبتطلع باراثيرمون جديد، مش بيعمل، مش بيميمك الباراثيرمون. ايوه صح كده، مش بيميمك الباراثيرمون، فهمتي؟ خلاص اهي بص، ده التشيف سيل، ده باراثيرويد جلاند، باراثيرويد بلاند، وده البلاد، وده التارجت سيل اللي هي البون. تمام. البيتا ادرينرجيك ستيمولانت بيقف هنا، بيتا ادرينرجيك خلاص، يزيد السايكليك اي ان من بي هنا اهو، يوم يطلع باراثورمون، الباراثورمون يمشي في البلاد يجي يقف هنا برضو، ازود السايكليك ام بي، اقوم اعمل شانل واعمل بامب وازود الريليز اوف جاز، فالسايكليك ام بي اللي هنا غير ده. هو قال لفظ حلو بقى كده شيء، قال لك doesn't mimic الايفكت بتاع الباراثورمون، لو بيريليز للباراثورمون. فاهمين؟ الباراثورمون ده غير ده، السايكليك ام بي هنا هو غير ده. السايكليك ام بي فين؟ في التشيف سيلز، في الباراثيرويد سيلز، غير السايكليك ام بي بتاع الاكشن بتاع الباراثيرويد هرمون. كويس. يلا الديستربنس اوف باراثيرويد جلاند، يعني ايه الديستربنس بتاع الباراثيرويد جلاند؟ يلا زاد او قل، لما يزيد الباراثايرويد يعني هايبو باراثايرويدزم او هايبر باراثايرويدزم. هايبر باراثايرويدزم يعني تيومر بلد، عمال بطلع باراثورمون كتير وده نادر. تمام. ولما اطلع باراثورمون كتير هعمل كالسيفيكيشن في الانسجه بتاعتي. خلاص كويس. امال مين الهايبو باراثايرويدزم؟ هايبو باراثايرويدزم هو ده الاكثر حدوثا. احنا قلنا اياتروجينيك وقت الدكتور جراح ممكن يشيل، او لو انت عملت ايراديشن ممكن تبوظ ده وده. تمام. او الموست كومن سكندري هايبوباراثايرويدز، يعني ايه سكندري؟ مين الكنترولر بتاع الباراثورمون؟ طيب الفوسفيت ممكن، وممكن مين تاني؟ ممكن الكالسيوم، وممكن مين؟ صح هو الكالسيوم. يبقى انت عندك على طول مستوى كالسيوم واطي، يبقى انت عمال بتطلع مين؟ الباراثورمون. او العكس، على طول عندك مستوى كالسيوم عالي، يبقى انت على طول. فاهم ولا لا؟ فاهمين ولا لا؟ طيب ايه؟ على طول واطي الكالسيوم، لا على طول واطي الكالسيوم. قال لك العيانين اللي عندهم رينال فيلير، العيانين اللي عندهم رينال فيلير بيحتفظوا بالفوسفيت في البلد، بيبقى عندهم هايبر فوسفاتيميا، فبيقل الكالسيوم. لما يقل الكالسيوم تستيميليت الباراثايرويد ويزيد الباراثورمون، لما يزيد الباراثورمون يعمل اوستيوبوروزس ويزود، عشان عايز يعدل البلاد كالسيوم ليفل. تمام. فالعيانين دول بيبقى عندهم اوستيوبوروز، اوستيو هشاشه عظام، لانه بيشد الكالسيوم من العظم. تمام. تاني يلا يلا اقروها معايا. يعني عندنا ايه؟ هايبو ايه؟ باراثايرويدزم يوجوالي سكندري تو ثايرويدكتومي، ده الاكثر حدوث. ريموفال اوف باراثايرويد ويعمل لي تيتاني، تيتاني عشان بيقل الكالسيوم. primary hyperparathyroidism tumor او secondary hyperparathyroidism انه ايه؟ يلا قولوا. ها in chronic renal failure بيبقى عندي مين؟ فوسفاتيميا عاليه، فوسفات، يقوم يقل مين؟ الكالسيوم، يقوم يطلع ريليز بكتير باراثورمون، اقوم اعمل بون ريزوربشن اسمها اوستيوبوروزس. ده اللي بيحصل برضه في البنيان لو كوتش كالسيوم زياده؟ لا يعني لا 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 ولا حاجه بتحصل لا
ريزوربشن الهرمون الباراس هرمون لا لا بينقل الكالسيوم من البون للبلد ده زياده تمام اه كالسيوم بس بس يلا يحصل تيتاني ليه هناخد تفصيل بس هو اه بس خلي بالك الكالسيوم كان بيقطع على الجلد بتاع الصوت يلا اكتف فيتامين دي 3 اكتف فيتامين دي 3 مين سهل اصلا يلا الاكتف فيتامين دي 3 اللي هو 1-25 داي هيدروكسي كولي كالسيفير شفتي اسمه ايه اسمه ايه 1-25 داي هيدروكسي يعني ايه مش فاهمه اه اثنين هيدروكسيل جروب في الكربونيه رقم 1 والكربونيه رقم 25 هو ده هو ده عشان كده الفاينل اكتيفيتور اللي هو 1000 امال ال 25 ده فين في الليفر هنقول حاجه بص يا سيدي انت عندك في السكين عندك ايرجوستيرول في السكين والايرجوستيرول في السان لايت الالترا فايلت ريز بتاعت السان لايت الايرجوستيرول عشان كده بنقول عليه ستيرويد هرمون تمام يقوم يتحول انتو كالسيفيرول يتحول انتو ايه؟ كالسيفيرول وبعدين الكالسيفيرول يتحول انتو كولي كالسيفيرول تمام؟ الكالسيفيرول هو ده الفيتامين دي لوحده يبقى الفيتامين دي لوحده اسمه ايه؟ كالسيفيرول وبعدين يتحول انتو ايه؟ كولي كالسيفيرول كويس وبعدين يروح للليفر بال 25 هيدروكسيليز يبقى 1 هيدروكسي كولي كالسيفيرول وبعدين يروح للكيدني بال 1 الفا هيدروكسيليز يقوم يتحول ل 1 25 داي هيدروكسي كوليك كالسيفير. هو ده في بقى اسمه 25؟ ايه؟ شوف اللي اسمه 25 ايه ده؟ خلاص ده تمام كده؟ طيب تاني يبقى بالسان لايت يتحول الاول لمين؟ ايوه بالظبط. ليه؟ لكالسيفيرول وبعدين يتحول لكل كالسيفيرول كويس يلا ترانسبورت اوف فيتامين دي 3 ينتقل ازاي الفيتامين دي 3 غيداء ده ستيرويد ده ايه ستيرويد هرمون ما دام ستيرويد هرمون ما ينفعش يمشي يعني ليبيد سوليبل يس ليبيد سوليبل يعني لازم يتشال على بلازما بروتين فهو بيتشال على فيتامين دي بايندينج بروتين بيتشال على فيتامين دي ايه binding protein هذا الفيتامين دي binding protein لي هاي افينيتي للكوليكالسيفير بيحب قوي ينقل الكوليكالسيفير من الليفر والكيدني تمام تمام كويس ده البايندنج ده الترانسبورت بتاعه كويس قال لك الميكانيزم اوف اكشن بيشتغل ازاي انتوا عارفين عارفين ايه عارفين انه الاستيرويد بيشتغل ازاي الاستيرويد بنات قولوا ايوه شاطره لا مش على السل قالك الاستيرويد اللي هو الفيتامين دي ده الاكتف خلي بالك فيتامين دي 3 اللي هو الاكتف اللي هو ال 1-25 داي هيدروكسي كوليك كالسيفير مش عايزه كلام ها يلا ال 125 داي هيدروكسي كوليك كالسيفيرول ده لانه ستيرويد يتنقل كده جوه سايتوبلازم ريسبتور صح تمام وبعدين لما يمسك السايتوبلازم ريسبتور يدخل على الدي ان ايه يفتح واعمل ترانسكريبشن يطلع مسنجر ار ان ايه وبعدين ابرا الجزور واعمل بروتين اعمل ايه والبروتين ده كارير كارير للكالسيوم كارير 4 كالسيوم اسمه كال بايندن اسمه ايه؟ يعني كال كالسيوم ويعني ايه بايندن؟ بيبايند الكالسيوم تمام؟ بص يجي بقى يتلقف الكالسيوم كده يقوم يتلقفه ويعود نفسه ويمشي بيه ويتركه انها يعني ده انترا سيلولار كارير ده ايه؟ انترا سيلولار مش ممبرينس كارير لا هو ممبرينس ولا بوردر كارير انترا سيلولار يس عن طريق خلايا
تمام كده اهو. يلا بنت بنت هنا ميكانيزم اوف اكشن. يلا يا ستي اكتف فيتامين دي 3 دخل عمل لي ايه؟ هرمون ريسبتور كومبلكس. والهرمون ريسبتور كومبلكس نزل في الهرمون ريسبتور اليمنت دي ان ايه فتح وابتديت اعمل مسنجر ار ان ايه وطلعت كال بايند. كال بايند او الكالسيوم نازل عملت ايه؟ خلاص نعم انتستين او كيني زي ما انت عايز. خلاص ايه الفيسيولوجيك اكشن بتاع الفيتامين دي 3؟ يلا قلنا هنتكلم على كام حاجه ساره على بون وكيني وانتست. واحنا قلنا بيساعد مين وبيساعد مين؟ طب بصوا بصوا انا هقول بصوا هنلخص هنا 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 اهدى اهدى على الكيدني وعلى الانتستين. على الكيدني وعلى الانتستين انكريس كالسيوم وفوسفيت. كالسيوم وفوسفيت ري ابسوربشن ابسوربشن. يبقى اذا الفيتامين دي 3 بيعمل ايه على الكيلو بيعمل ايه على الكاستر؟ ايوه كده بيمسك الكاستر والفوسفات في الجسم. طب دخل الجسم اعمل ايه؟ على حسب معايا باراثورمون ولا معايا كالسيوم؟ على حسب لو انا مستوى البلاد كالسيوم عالي يبقى في الحاله دي هعمل ايه؟ بون ديبوزيشن. برافو عليك. طب لو مستوى البلاد كالسيوم واطي اعمل ايه؟ بون ريزورج. ده من الاخر تاني. يلا قولي انت قولي قولي بيعمل ايه؟ على الكيدني وعلى البون على الانتستين ري ابسورج. ها؟ صح كده. ويفضل بقى صح برافو عليك على حسب البلاد كالسيوم ليفل. فمين زي البلاد كالسيوم ليفل عالي بالعكس يستمريت الاوستيوبلاست والبون بيلدنج والريزورج والديبوزيشن. خلاص طب لكن يعمل ازاي بقى بون ريزورج؟ زيه زي الباراثورمون. لا زي الباراثورمون برضه يطلع جانتر والانتريوكن والكلام ده يستمريت الاوستيوبلاست. تمام؟ يلا مش هو بيزود فيه الكالسيوم في الجسم؟ لا لا ما بيزودش الكالسيوم في الجسم. هو بيمسكه. وانت بقى حظك. يلا in presence of high calcium and phosphate في البول يستميليت الاوستيوبلاست اكتيف. بون ديبوزيشن. طب لو كالسيوم اطلع استميليت الاوستيوبلاست اكتيفيتي ان دايركت برضه. زي فاهمه؟ زي الباراثورمون انترلوكين 6 والام سي اس اف والرانك باراكراين على الاوستيوبلاست. ابوك مين وابوك مين؟ هيدروجين وكولاجينيز ادور. طب والاكشن على الكيدني بيعمل ايه؟ الكالسيوم فوسفيت بيابزورب. كالسيوم على الانتستين اعمل ايه؟ ها؟ الابزورب بتعمله مين؟ كالسيوم وفوسفيت. هو بيزود الابزوربشن ولا هو اللي بيعمل ابزوربشن اصلا؟ هو اللي يعمل ابزوربشن بس بيزود بمين؟ بالكالبايند مكتوب لك اهو زي اللي انا رسمتها لك قبل كده. كالبايند في الانتستان نفسي الكالسيوم ترانسبورت فروم البراش بورد ذا انترا سيلولار ترانسبورت توورد البيزولاترال بورد. فاهمه؟ والاماونت اوف ابزورب الكالسيوم از بروبورشنال للكالبايند. صح؟ اللي جاب زي ما هو تمام يا بنتي؟ خلاص؟ طيب في حته غبيه ثانيه برضه زي كده حته غبيه بتاعت الباراثورمون بتاعت المغنيسيوم والهيدروجين برضه في حته نفس الغبه برضه يقول لك بيستيميليت الاي تي بيز انزايم وبيستيميليت الالكالاين فوسفاتيز انزايم. يلا يا ساره قولي لي ازاي بقى ده؟ ايه المعنى بتاعهم الاي تي بيز والالكالاين فوسفاتيز؟ ايه المعنى؟ الاي تي بيز البامب بتاعت الكالسيوم. البامب بتاعت الكالسيوم شاطر. ها؟ على البيزو لاترال بورد. تمام؟ والالكالاين فوسفاتيز مين؟ عشان فوسفيت. تمام؟ الثانية أسيد فوسفاتيز. لكن ده عشان الفوسفيت. تمام؟ طيب يلا الريسبتورز بتاعت الفيتامين دي 3 بالمناسبة مين في الثلاث أماكن اللي إحنا قلناها؟
ولكن وجد ان الفيتامين دي 3 ليه اكشنز كتير جدا جدا واحنا ما بنجيبش سيرتها خلاص. الكوميونتي دي اكشن الكوميونتي في الوقت طبعا خلاص ليه اكشن في البريست في السكن كارديك ماسل سكيليتال ماسل ليمفوسايت مونوسايت ممكن ما يعرفوش ليه نو ديفينيت فانكشن يقال كذا وكذا 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 كويس. ريجليشن ده اخر حاجه هنقولها يعني لا خلاص اخر حاجه فعليا جينا صح كده؟ قولي لي الوان الفا هيدروكسيليز لما طلع عمل ايه؟ فيتامين دي 3. طب والفيتامين دي 3 يأكتيفيت اللي هيكسره. اولا ايه؟ الفيتامين دي 3 خلاص؟ انزيم معين يقوم يتحول بدل ما انا كنت 1.25 داي هيدروكسيليز كالسيفيرول تحولني ايه 24.25 انأكتيف. كان لا وعليكم السلام هو نفسه بيعمل نيجاتيف فيدباك هنا لكن ده سام سورت اوف اندايركت نيجاتيف فيدباك تمام تمام. تعالوا بصوا عليه يلا يلا 1000 هيدروكسيليز بيعمل ايه 1000 هيدروكسيليز بيعمل ايه مين اللي استمريت الوان الفا هيدروكسيليز مين بي انيريتد طب وبعدين هو يكتبت لي انزيم يتحول انتو وهو بنفسه يعمل فيدباك على نفسه ده دايركت نيجاتيف فيدباك وده اندايركت او ماله اه وماله بعدين يطلع لي باراتومون تاني واطلعه تاني ايه المشكله؟ مش انا ردت عليها لما هي قالت لي قلت لها احنا ايه؟ لا عشان ايه؟ لا كده خلاص لا متدفق دي المعنى بتاعها فهمي بالعربي حتى لا تدرجته من الناس دي اسمها الزقزقه كده هي الهوميوستاسيس تمام يلا دروب اوف كالسيوم يوم اطلع باراهرمون ده وده مع بعض بيزودوا لي الوان الفا هيدروكسيليز تمام وال 125 يعمل نيجاتيف فيدباك على نفسه يليمت الفورميشن اوف اكسس وان ايه فيتامين دي 3 تمام يا بنتي. طب وال 125 يعمل ايه بوزيتيف فيدباك على الانزيم ريسبونسبل فور كيدز ان اكتيفيشن ما اعرفش ليه كاتبها بوزيتيف المفروض تكتبها اندايركت نيجاتيف فيدباك معلش يعني تمام اخر حاجه هقولها يلا مين يلا عبد الرحمن عايز يخلص